الجهد الكبير اللي بتقوم فيه كل قطاعات الدولة يستحق الإبراز والتقدير والشكر. واحدة من أهم هذه القطاعات هي وزارة التجارة، اللي فعلا في هذه الفترة بالتحديد عليها مسؤولية كبيرة جدا، وبتقوم بجهود ضخمة على مدار الساعة لمتابعة الأسواق باستمرار، وبخلاف مبادراتها المستمرة أيضا. المزيد في هذه المداخلة الهاتفية مع المتحدث الرسمي لوزارة التجارة أستاذ عبد الرحمن الحسين. مساء الخير أستاذ عبد الرحمن. أهلا وسهلا، مساء الخير ومساء النور أيضا لمشاهدي روتانا. بداية يعطيكم ألف عافية على هذه المجهودات، يعني الجميع يثمن جهودكم في هذه الفترة، ولكن هل ممكن تضعنا في أولويات المتابعة والتي تقوم بها الوزارة في هذه الفترة؟ الله يعافيك. طبعا أعمال الوزارة في هذه الفترة نتكلم عن تقريبا الـ 14 يوم اللي من أعلن منع التجول فيها، كانت الجولات الرقابية تستحوذ على أغلب أعمال الوزارة، كان في أكثر من 50,000 جولة رقابية في مختلف مناطق المملكة لثلاثة أهداف رئيسية تقوم بها الفرق الرقابية. الأولى هي التأكد من وفرة السلع والمخزون، ولله الحمد كل الجولات الرقابية في مختلف مدن ومحافظات المملكة أثبتت أن المخزون وفير ولله الحمد ومن أعلى المعدلات في الشرق الأوسط بفضل الله وكرمه. المسار الثاني للعمل الرقابي الرقابة على الأسعار ومكافحة الغش التجاري ورصد كل المخالفات التجارية. المسار الثالث التأكد من جودة ما يقدم للمستهلك من سلع ومواد تموينية وأيضا مواد استهلاكية وأنها مطابقة للمواصفات والمقاييس ولا يوجد بها أي خلل أو أي مشكلة. خلال الفترة هذه اللي هي 14 يوم تقريبا رصدت الفرق الرقابية أكثر من 4,000 مخالفة. المخالفات التلاعب بالأسعار هي الأكثر، وصلت 2500 مخالفة. إذا قلنا نصنف هذه المخالفات فإحنا نصنف أكثر مخالفات رفع الأسعار جت في الفواكه الحمضيات تحديدا البرتقال والليمون، بعدها يأتي التلاعب ورفع أسعار الكمامات والمعقمات، بعدها يأتي سعر البيض، بعدها تأتي مخالفات في السلع الأخرى. جميل. أستاذ عبد الرحمن، كيف بتتم معالجة هذه المخالفات؟ طبعا وزارة التجارة والاستثمار تتعامل مع حقوق المستهلك أنها خط أحمر لا يتم تجاوزها أبدا، تضرب بيد من حديد على كل من يستغل هذه الأزمة في التلاعب بالأسعار. كل مخالفة لها حالتها ولها نظرها. الوزارة الآن لديها نظام إلكتروني لرصد شامل لكل الأسعار، بمجرد أن تكون الجولة الرقابية تدخل في هذا البرنامج الإلكتروني السعر يتم رصدها ومسحها وتحليلها ومقارنتها بمختلف مناطق المملكة ومقارنتها أيضا بدول الجوار، وبعد ذلك يتم الرجوع للسلعة المشتكى عليها، يتم الرجوع لفواتير المورد وفواتير الموزع حتى نتأكد من السعر الذي تم شراء السلعة من بأول مرة وكم بيعت السلعة، والتأكد من ذلك بشكل بسيط جدا عبر هذه الفوترة أن السعر مرفوع أو أنه فقط يعني اكتفى بمكسب عادل ولم يستغل هذه الأزمة لرفع سعره. بحسب جسامة المخالفة أو عدمها المخالفات تكون 1,000 ريال، تصل إلى 50,000 ريال، تصل إلى 1,000,000 ريال. وفي حال كان هناك تلاعب واستغلال لتداعيات هذه الأزمة والظرف الدولي وتضليل المستهلك بأن هناك يعني مشكلة في هذه السلعة بشكل كبير جدا والتأثير في سعرها، قد تكون يعني هذا إخلال بالمنافسة وتنطبق عليه أنظمة هيئة المنافسة مع وزارة التجارة، وهي 10 ملايين ريال غرامة. غرامة أيضا الغرامة قد تصل أحيانا إلى ثلاثة أضعاف الأرباح المتحققة من بيع السلعة أو 10% من المبيعات السنوية لهذه المنشأة. يعني عقوبات رادعة وإن شاء الله أنها تسهم في تصحيح مسار كل من يخالف إن شاء الله. شكرا لك أستاذ عبد الرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، وفعلا يعطيكم ألف عافية على هذه المجهودات المقدمة منكم، وشكرا لكم فعلا. نحن أكيد مكملين معاكم مشاهدينا.